المحاضرات، وهنتكلم شوية النهاردة على disorders of minerals homeostasis. يعني وهيبقى كلام شوية practical إن شاء الله. أول حاجة يعني لما بنيجي نقيس التوتال سيرم كالسيوم المفروض نعمل له كوريكشن للألبوم، أو إن إحنا نستبدل التوتال ونقيس الأيونايزد، يعني ده الحل البديل. طب ليه بنعمل كوريكشن بالنسبة للألبومين؟ عندنا حوالي 99% من التوتال كالسيوم موجود انسايد ذا بون، وواحد في المية فقط اللي موجود في اللي بنسميه سيركوليتنج كالسيوم. نص سيركوليتنج كالسيوم ده باوند للألبومين، فبالتالي لو الألبومين عالي ممكن يبقى الفري كالسيوم قليل والتوتال كالسيوم عالي. فعشان كده بنعمل كوريكشن بالنسبة للألبومين. يعني لو أنا هقيس التوتال كالسيوم، وعملوا معادلة قالوا كوريكتد كالسيوم اسمها كوريكتد كالسيوم يساوي 8/10 في 4 ناقص السيرم ألبومين جرام بير ديسيليتر زائد الميجر توتال كالسيوم ان ميلي جرام بير ديسيليتر. دي المعادلة اللي احنا يعني بنعتبرها معادلة عشان احسب بيها الكوريكتد كالسيوم. هنفترض مثلا ان السيرم ألبومين عندي 3 مثلا، يعني هنفترض السيرم ألبومين 3، يبقى 4 ناقص 3 هيبقى 1، اضربه في 8/10 يبقى كام؟ 8/10. 8/10 هزودها على التوتال كالسيوم عشان ده يبقى الكوركتد كالسيوم. يعني نعم التوتال بيظهر في المعمل اللي انا الميجر ده اللي انا قيسته في المعمل اللي بيسموه الميجر ده، يعني الميجر ده اللي هو التوتال كالسيوم، بعمل له كوريكشن قلب، وده الصح يعني ده الاصح احسن ما اعمل التوتال كالسيوم. يعني ده الاساس. يعني لو واحد مثلا الكالسيوم بتاعه عنده هايبو البومينيميا، الكالسيوم بتاعه مثلا 2، لما 4 ناقص 2 يبقى 2، يبقى 1/6 هضيفها على اللي طلع. نعم البومين 2 الالبومين 2 فبطرح 4 ناقص 2 يبقى 2، يبقى 1/6 هضيفها على الميجرد كالسيوم عشان اوصل للكوركتد كالسيوم. يعني او ان انا اريح نفسي واقيس الايونايزد كالسيوم. يعني معنى ذلك ان كل حاجه ليفر مثلا خاصه لازم يكون معها حاجه كالسيوم، لازم يكون معاه الكالسيوم. عاوز اقيس الكالسيوم يبقى لازم اقيس الالبومين، ولازم لابد يعني في حالات الليفر بالذات. يعني ده نقطة بس كتير جدا منا ما يعرفهاش، يعني كتير جدا منا ما يعرفش ان احنا المفروض نقيس الكوركت الكالسيوم سبيشالي زي ما حضرتك بتقول في العينين اللي عندهم ليفر ديزيز. لا النفروتك سندروم طبعا، اي حاجه هتقلل، اي حاجه هتقلل الالبومين يبقى لازم اعمل الكوركتد كالسيوم. وات ار ذا كوزز اوف سودو هايبر كالسيميا؟ يعني ايه سودو هايبر كالسيميا؟ الاقي انكريز دي توتال سيرم كالسيوم ونورمال ايونايزد كالسيوم، نورمال ايونايز والتوتال كالسيوم انكريزد. مين بقى اللي بيحصل فيهم الكلام ده؟ ان انا الاقي التوتال كالسيوم زايد والايونايز نورمال، ودي بنشوفها في المعامل كتيره جدا، ودي على طول اسمها سودو هايبر كالسيمي، يعني دي مش ترو هايبر كالسيمي. فنخلي بالنا برضو منها. ات سين ان بيشنت وسيفير ديهايدريشن بارا بروتونوميا زي المالتيبل مايلوما. المالتيبل مايلوما البروتين زايد اند از
ديو تو انكريزد بروتين بايندينج البوم، يعني الالبوم من اللي زايد ده في الحالات ديت هيديني فولسلي هاي توتال سيرام كالسيوم. فلاقي اقيس الايونايز الاقي الايونايز دي نورمال، يبقى دي اسمها سودو هايبر كالسيوم، سودو هايبر كالسيوم. يبقى انا دايما بنصح اقول قيس التوتال كالسيوم وقيس دايما مع الايونايز دي كالسيوم. مش هيكلفك كتير قوي انك تقيس الايونايز دي كالسيوم عشان برضو حالات السودو هايبر كالسيوم. المعامل دلوقتي بتعمله فري، حتى معظم المعامل التوتال كالسيوم بتاخد الايونايز غير مطلوب. ماشي، ما ده احسن يعني، هو احسن لينا على اساس ان احنا نتخطى النقطه دي. السؤال اللي بعد كده، وات ار ذا كوزز اوف بار، يعني المحاضره اللي فاتت كانت على الهايبر باراسيتيزم، دي مراجعات بسيطه كده عليها سريعا قبل ما اخش في الهايبو باراسيتيزم. وات ار ذا كوزز اوف باراس هرمون ديبندنت هايبر كالسيميا، يعني الهايبر كالسيميا هنا سببها الباراثايرويد جلاند، سببها الباراثورمون. واحنا عارفين، احنا قلنا في المحاضره بتاع الهايبر باراثايروديزم البرايمري هايبر باراثايروديزم، قلنا الكالسيوم بيبقى زايد، الفوسفيت بتبقى قليله، الفوسفيت بيبقى قليل. فاول سبب لباراثورمون ديبندنت هو البرايمري هايبر باراثايروديزم، سواء كانت ادينوما او هايبربليزيا. تاني سبب تيرشري هايبر باراثايروديزم، احنا قلنا المره اللي فاتت العيان بتاع السكندري هايبر باراثايروديزم اللي هو سي كي دي او فيتامين دي ديفيشنسي ودخل في سكندري هايبر باراثايروديزم، وانس الكالسيوم فيه علي يبقى انا دخلت في تيرشري هايبر باراثايروديزم. لكن العيانين بتوع السكندري ما بيبقاش عندهم غالبا هايبر كالسيوم، ما بيبقاش عندهم هايبر كالسيوم، يبقى التيرشري هايبر باراثايروديزم ده سبب تاني. نمرة ثلاثة، في عندنا سندروم كده اسمه فاميليال هايبوكالسوريك هايبر كالسيميا. العيلة دي كلها عندها مشكلة في حاجة اسمها كالسيوم سينسينج ريسبتورز موجودة في الكيدني. يوم يحصل عندي ايه؟ هايبوكالسوريك، الكالسيوم ما ينزلش في اليورين كتير. فيرجع للبلازما. يبقى يحصل عندي ايه؟ هايبر كالسيميا. طب ليه قلنا ليه قلنا عليها بي تي اتش ديبندنت؟ يعني قلنا عليها بي تي اتش ديبندنت ليه؟ عشان الكالسيوم سينسينج ريسبتورز الموجوده في الكدني الباراثورمون بتشتغل عليها. فالمشكله هنا عندي في الكالسيوم سينسينج ريسبتورز. يبقى ده السبب الثالث لحدوث بي تي اتش ديبندنت، اهو انتي كالسيوم سينسينج ريسبتور انتي بودي ميديتد هايبر باراثايروديزم. احنا قلنا المره اللي فاتت الكالسيوم سينسينج ريسبتورز دي موجوده فين؟ موجوده في مكانين، موجوده في الباراثايرويد وموجوده في الكدني، وموجوده في الكدني، وكلا المكانين بيشتغل عليها الباراثورمون، يعني كلا المكانين بيشتغل عليها الباراثورمون. فلو انا قفلت الكالسيوم سينسينج ريسبتورز ديت مش هينزل كالسيوم في اليورين، فهيرجع يبقى ريتيند في البلازما، يبقى يحصل عندي هايبر كالسيمي. الليثيوم سيرابي، ودي هنعرف ليه بيعمل دلوقتي، ليه بيعمل هايبر كالسيميا، يوز اوف سايزايد دايوريتك، بس خلي بالك سايزايد دايوريتك بير سي نوت كوز هايبر كالسيميا بات مي ان ماسك اوريدي بريزنت هايبر كالسيميا. يعني هو العيان عنده هايبر كالسيميا بس ما يعرفش. Of any etiology including primary hyperparathyroidism. لكن السيزايد لوحدها بيرسي عيان نورمال ما عندوش unmasked hyperparathyroidism ما تعملش هايبر كالسيوم. ايه الكوزس اوف لو باراثورمون ان بيشنت ويز، دي اللي حضر المحاضرات اللي قبل كده، دي مراجعه على المحاضرات اللي فاتت. What are the causes of low باراثورمون in a patient with parathyroid adenoma. المفروض الباراثيرويد ادينوما يبقى البي تي اتش الباراثورمون عالي، ده بقى ده هي اسمها ادينوما بتطلع باراثورمون. طيب ايه الكوزس اوف لو باراثورمون في عيان عنده باراثيرويد ادينوما؟ المفروض يبقى في عنده البي تي اتش يبقى عالي. اول سبب
سيرم بي تي اتش اكتر من 20 بيكلو جرام سجست بي تي اتش ديبندنت هايبر كالسيميا خلاص. however patient with باراسومون ديبندنت هايبر كالسيميا كان ريرلي هاف لو اور انديتكتابل سيرم باراسومون. لماذا؟ امبروبر سامبلينج, ودي السبب الاساسي. السامبلينج بتتاخد بطريقه معينه المعامل عارفينها. نمره 2 سيكريشن اوف بايو اكتيف but not immune reactive باراسورمون فراجمنت باي ذا تيومر. يعني التيومر مش بيطلع باراسورمون, ده بيطلع حاجه اسمها باراسورمون ريليتد ببتايد. فلما اجي اقيسه ما بيتقاسش كباراسورمون, لكن هو بيشتغل زي الباراسورمون, يعمل هايبر كالسيميا ويعمل هايبوفوسفاتيميا. وده بقى بعض التيومرز ما بيطلعش باراسورمون, بعض التيومر بتطلع باراسورمون ريليتد ببتايد especially الاكتوبيك. يعني لو مكان غير الباراثايرويد وفي مالجنانسي ساعات يطلع باراسورمون ريليتد ببتايد, الاقي العين عنده هايبر كالسيميا. من ضمن البارانيوبلاستيك سندرومز الاقي هايبر كالسيميا. طب جت الهايبر كالسيميا منين؟ اجي اقيس الباراسورمون الاقي الباراسورمون نورمال. طب في المالجنانسي ده ليه حصل؟ عشان التيومر بيطلع حاجه اسمها باراسورمون ريليتد ببتايد. بنقول على الباراسورمون ريليتد ببتايد ديت بنقول ايه؟ بنقول عليها جمله جميله جدا, سكريشن اوف بايو اكتيف بات نوت اميون رياكتيف. بايو اكتيف يعني هتشتغل زي الباراسورمون, نون اميون رياكتيف مش هتطلع في المعمل, مش هيطلع الباراسورمون نورمال. يبقى ده سبب من الاسباب اللي بتعمل لنا ايه؟ لو بي تي اتش او ريرلي باراسورمون ريليتد ببتايد كان بي سيكريتد فروم باراثايرويد تيومر اند بايوكيميكالي ميميك باراسورمون اندبندنت هايبر كالسيمي اللي انا شرحتها حالا. يعني الحاجات دي بقى لازم يكون معاها تيومر. ايوه يعني سواء باراثايرويد ادينوما بس ما بتطلعش الباراثايرويد ادينوما دي ما بتطلعش باراسورمون, بتطلع باراسورمون ريليتد ببتايد او اكتوبيك موجودة في اللنج موجودة في البنكرياس موجودة في أي مكان بس ما بتطلعش برضو باراسورمون, بتطلع باراسورمون ريليتد ببتايد. سؤال بعد كده, what are the causes of normal أو high serum phosphate in patient with hyper parathyroidism؟ كلها أسئلة جميلة جدا. أنا عندي الهايبر باراثيروديزم عندها هايبوفوسفاتيميا, الفوسفات قليل, ايه اللي يزود الفوسفات في عيان عنده باراثيرمون ديبندنت ادينوما مثلا؟ ايه اللي دي اسئله كلها. احنا ممكن نعمل مره تشجيعا للناس كده على الموقع بتاع النقابه اسئله, واللي يجاوب هندي له جايزه. يعني لأي طبيب هنحط أسئلة على الباراثيرويد بعد ما النهارده هنخلص الباراثيرويد إذا شاء الله, ونحط أسئلة على الباراثيرويد وأنا اللي هدفع المكافأة. يعني حط لنا بس الأسئلة يا باشا, تنشيط بس للذاكرة كده. يبقى أسئلة زي دي ممكن تتحط في الأسئلة. What are the causes of normal أو high serum phosphate ان برايمري هايبر باراثيرويدزم؟ في هايبر بليزيا في الباراثيرويد او في تيومر. برايمري هايبر باراثيرويدزم از كومنلي اسوشيتد وذ هايبر كالسيميا اند هايبوفوسفاتيميا. ذا كوز اوف نورمال او هاي فوسفورس ان ذا بريزنس اوف برايمري هايبر باراثيرويدزم هيمولايز سامبل. دي اهم سبب. اسيمتوماتيك هايبر باراثيرويدزم ايرلي, لسه ما نقصتش ما زودتش الكالسيوم وما نقصتش الفوسفات, وده ممكن تبدا كده. ريرلي بقى المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 1 اللي هو تيومر بيحصل في اكتر من اندوكراين جلاند. تيومر بيحصل في يعني المين 1 ده 3 بي في في الباراثيرويد والبيتيوتري والبنكرياس. يبقى في تيومر موجود في البيتيوتري وفي تيومر موجود في الباراثيرويد وفي تيومر موجود في البنكرياس, بيسموها مين تايب 1 او في الجط. يعني ممكن القصه دي في الحاله ديت ايه؟ لو في تيومر موجود في البيتيوتري وطلع جروس هرمون, مش الجروس هرمون بيطلع من البيتيوتري وطلع جروس هرمون؟ الجروس هرمون له اوبوزنج افكت على البي تي اتش,
يوم يقلل البي تي اتش، يوم يقلل البي تي اتش، يوم الفوسفات برغم ان انا عندي تيومر موجود في الباراثايرويد، لكن عندي في نفس الوقت تيومر موجود في البيتيوتري، والتيومر الموجود في البيتيوتري ده بيطلع جروس هرمون. لما يطلع جروس هرمون ده بيوبوزنج الاكشن بتاع البي تي اتش، ففي الحاله ديت الفوسفات ما ينزلش والكالسيوم ما يعلاش قوي. دايما نخلي بالنا في التشيلدرن الفيجرز بتختلف بتاع البرس هرمون، فلو انا هقرا الطفل يبقى لازم انا اعرف النورمال رينج بتاع السن ده ايه. طيب ازاي الليثيوم زي ما انا قلت هشرحها، ازاي الليثيوم بيعمل هايبر كالسيمي؟ يعني احنا قلنا ده اندبندنت عن البرس هرمون، الليثيوم لوحده يعمل هايبر كالسيمي. فازاي الليثيوم بيعمل هايبر كالسيمي؟ كرونيك ليثيوم ادمنستريشن، دي شرط بقى، وحط تحت كلمة كرونيك دي 20 خط. كرونيك ليثيوم ادمنستريشن انترفيرز ويز اكشن اوف كالسيوم سينسينج ريسبتورز ان ذا باراثايرويد جلاند اند ريزلت ان هاير سيت بوينت فور سبريشن اوف باراثورمون. يعني ايه بقى؟ اي ريسبتور موجود في الدنيا له اب ريجوليشن وله داون ريجوليشن، زي الثيرموستات. في الثيرموستات اعلى مثلا 90 واقل مثلا 60، كويس. طيب لو انا قللت الثيرموستات خليته 50 او 40 من نقطه من تحت، يبقى انا عملت ايه؟ داون ريجوليشن. لو زودت من فوق 90 ده خليتها 100 و110، يعني يبقى انا عملت ايه؟ اب ريجوليشن. يبقى انا عملت اب ريجوليشن. طيب ريزلت ان هاير سيت بوينت، طلعنا الثيرموستات لفوق، يبقى انا محتاج كميه كبيره من ايه؟ من البرس هرمون، مش كده؟ عشان يشتغل على الريسبتورز اللي انا طلعت السيت بوينت بتاعه فوق. يبقى البرس هرمون بقى اللي زاد ده هيزود الكالسيوم. لكن في الحقيقه هو الليثيوم شغله كله على الكالسيوم سينسينج ريسبتورز اللي موجوده في الباراثايرويد جلاند، لان انا لسه قايل اللي في كالسيوم سينسينج ريسبتورز في الكدني، هو بيشتغل على الكالسيوم سينسينج ريسبتورز اللي في الباراثايرويد جلاند. وعشان كده لما الباراثايرويد بيزيد عشان السيت بوينت عليت يحصل هايبر بليزيا في الباراثايرويد جلاند. ده احنا لاحظنا في بعض عيانين في حالات ريكوردد من اللي خدوا كرونيك ادمنستريشن اوف ليثيوم حصل لهم ادينوما، مش مجرد بارابليزيا، مش مجرد هايبر بليزيا بس، حصل لهم ادينوما. فنخلي بالنا من العيانين دول. هايبر كالسيميا ان ذيس كيس از يوجوالي مايلد اند ريزولف افتر ديسكونتينويشن اوف ليثيوم ثيرابي ان ماجورتي. هاويفر بيشنت هو ديفلوب باراثايرويد هايبر بليزيا اور ادينوما may have persistent hypercalcemia even after discontinuation of lithium. لو حصل ادينوما او هايبربليزيا وسحبت الليثيوم هيستمر، ما في هايبربليزيا وفي ادينوما موجوده، خلاص دول هيستمروا يطلعوا برا سرمون. فعشان كده لازم العيان اللي بياخد ليثيوم لازم نعمل باراثايرويد مونيتورنج، سواء الباراثايرويد مونيتورنج دي بايوكيميكال وده الاحسن، او ايميجنج عشان اشوف في هايبربليزيا ولا في ادينوما موجود. طبعا اللي بيدوا الليثيوم دول بتوع السيكاتري. طب ايه بقى هو النوع اللي هو الفاميليال هايبوكالسوريك هايبركالسيميا؟ دي بيمشي في عائلات، تلاقي عائلات كده ايه، تيجي تقيس الكالسيوم في اليورين تلاقيه قليل، وتقيس الكالسيوم في السيرم تلاقيه عالي. ده هو الكالسيوم في اليورين قليل ليه؟ هي بقى السندروم ده، وده فاميليال، تلاقيه اكتر من واحد من العيله عندهم القصه دي. ده وعشان كده بنقول عليه اوتوزومال ايه دوميننت، هتلاقيه في اكتر من واحد في العيله. اوتوزومال دوميننت كاركترايزد باي هايبر كالسيميا، هايبوكالسوريا، مفيش كالسيوم بينزل في اليورين، and normal or mildly elevated باراثورمون. طبعا عشان الكالسيوم
عالي شويه، يعني الكالسيوم بيبقى عالي شويه في البلد، بيبقى عندنا ايه القصه الهايبر كالسيميا، الهايبر بليزيا ما بتبقاش عاليه قوي، فالسيرم كالسيوم ما بيعلاش قوي. لكن هو ايه سببه؟ ايه سبب الكالسيوم سينسينج ريسبتورز ده؟ It is due in activating mutation of calcium sensing receptors at both the sick ascending limb of Helm and parathyroid gland. يعني الكالسيوم سينسينج ريسبتورز اللي موجوده في الكدني واللي موجوده في الباراثايرويد بيبقى فيهم ان اكتيفيشن، بتبقوا ان اكتيفيتد، بيبقوا ان اكتيفيتد. لما يبقوا ان اكتيفيتد الكالسيوم سينسينج ريسبتورز دي مطلوبه عشان تنزل الكالسيوم في اليورين، فهي ان اكتيفيتد يبقى الكالسيوم هينزل في اليورين ولا ما ينزلش؟ مش هينزل في اليورين، يبقى يحصل عندي هايبوكالسوريا. طب لما يحصل هايبوكالسوريا يحصل عندي ايه؟ هايبركالسيميا، ما هو ما بينزلش. بس هو ده السندروم، يعني احنا مش عاوزين نعرف عنه اكتر من كده. هو بتلاقي عندهم رينال ستونز كتيره، تلاقي عيله كده كلها بيجي لهم رينال ستونز، وممكن تبقى اسمتوماتيك وديسكفرد اكسيدنتالي، راح يقيس كالسيوم لقى كالسيوم عالي وما انتش عارف الكالسيوم عالي ليه، عملت كل حاجه عشان تشوف الباراثايرويد لقيت الباراثايرويد كويسه، طب الكالسيوم عالي ليه؟ قلت له روح قيس الكالسيوم في اليورين، لقيت الكالسيوم في اليورين قليل، ولقيت اكتر من واحد في العيله عندهم هيستوري اوف رينال ستونز. ممكن يكون عنده باراثايرويد، عنده مشكله في الباراثايرويد. دي المحاضرة احنا قلناها. بيحصل عندي كوندرو كالسينوزيس، بريماتور فاسكولار كالسيفيكيشن، جول بلادر ديزيز، يعني جول بلادر ستون، وممكن يحصل عندي بنكرياتيتس، نفس المشاكل بتاع الهايبر باراثايرويدزم اللي احنا شرحناها. ماجورتي اوف بيشنت دونت ريكوايرت اني تريتمنت اند ان ادفيرتنت باراثايرويد سيرجري هاز نوت ييلد اني بنفيت، الباراثايرويد سيرجري ما بتعملش بنفيت في العينين دول. ريرلي بايوكيميكال بروفايلنج ميميكينج فاميليال هايبوكالسوريك هايبركالسيميا از سين ان ادلت هاربرنج اوتو اميون ديس اوردرز، مش مهمه الكلام ده. لكن طيب وات ار ذا كوزز اوف باراثورمون اندبندنت هايبركالسيميا؟ اهو سؤال برضو هنحطه في الاسئله اللي احنا هنحطها، وانا بنغشش الامتحان اهو. What are the causes of باراثورمون independent؟ يعني هايبركالسيميا ملهاش دعوه بالباراثايرويد بالباراثورمون. The most common cause is malignancy، زي ما انا قلت اكتوبيك بارا نيوبلاستيك سندروم، ده الموست كومن كوز. كانسر لانج والبريست اكتر اتنين يعملوا القصه دي. اور هيماتولوجيكال مالجنسي زي المالتيبل مايلوما، كتير جدا نلاقي العينين بتوع المالتيبل مايلوما عندهم هايبر كالسيميا، تيجي تقيس الباراثورمون تلاقيه نورمال. كرونيك جرانيلوميتاس ديس اوردر زي الساركويدوزيس والتي بي، فيتامين اي ودي انتوكسيكيشن، واحنا في الايرا دي هنخش في حالات فيتامين دي انتوكسيكيشن، لان الناس عماله على بطال بتكتب فيتامين دي. ملك الكالي سندروم، انا بقى بقترح ان الاسم ده يتغير دلوقتي، لكن الملك الكالي سندروم انا هشرحه. يعني ملك الكالي سندروم ده كان زمان العينين بتوع البيبتيك ألسر ديزيز الكبار في السن زينا يعرفوا ان احنا كنا بندي العين انتاسيد، ما كناش بقى البروتون بامب انهيبيتور والقصص دي موجوده، فكنا بندي انتاسيد، يعني كنا بندي انتاسيد، فبيحصل عندي الملك الكالي سندروم اللي احنا هنشرحه دلوقتي حالا. In addition, hyperthyroidism, immobilization, and adrenal insufficiency ممكن يبقى معاهم hypercalcemia. هنشرح بس شوية يعني إيه hypercalcemia مع malignancy. بيسموها humoral hypercalcemia of malignancy. يعني إيه دي بقى؟ بيحصل إيه؟ نمرة واحد، it is paraneoplastic زي ما أنا قلت، manifestation of solid tumor.
وزاوت اوشيس ميتاستاز، مفيش ميتاستاز موجوده في البول كويس. اند از ميدييتد باي سيركوليتنج باراسولمون ريليتد ببتايد اللي انا لسه متكلم عليه. يعني هي دي مش من الباراسولمون، باراسولمون ريليتد ببتايد. عشان كده لما بتيجي تقيس الباراسولمون في العيالين دول بيطلع ايه؟ نورمال. هيومرال هايبركالسيميا اوف مالجنانسي كونتريبيوت تو 80% اوف مالجنانسي ريليتد هايبركالسيميا، اند ذا ريميننج 20% اوف مالجنانسي ريليتد هايبركالسيميا از ديو تو اوستيوليتيك ميتاستاس. 80% من سبب الهايبركالسيميا هي الباراسومور ريليتد ببتايد، و20% فقط هو الاوستيوليتيك بون ميتاستاس. Most common tumor associated with humoral hypercalcemia of malignancy are squamous cell cancer, lung, esophagus, الهيد والنيك والسيرفكس، الرينال سيل كارسينوما، البرست كارسينوما، كلهم يعملوا يعني. الغريب بقى ان الباراسورمون ريليتد ببتايد ده بيشتغل على الباراسورمون ريسبتورز، فيعمل هايبركالسيميا ويعمل هايبوفوسفاتيميا. يشتغل زي ما انا قلت ايه؟ اميونو رياكتيف؟ لا، لكن بايو اكتيف. اه هو بايو اكتيف، يعني يشتغل زي الباراسورمون، لكن لما تيجي تقيسه ما بيطلعش باراسورمون. اوستيوليتيك ميتاستاز اسوشيتد هايبركالسيميا از ميدييتد باي سايتوكاينز، كلام ايه؟ النظريات. ريرلي اكتوبيك برودكشن اوف باراسورمون اور كالسيترول مي اولسو كونتريبيوت تو مالجنانسي ريليتد هايبركالسيميا، لكن نعرف كويس قوي ان 80% من الهايبركالسيميا اللي بتحصل مع المالجنانسي سببها الباراسورمون ريليتد ببتايد، و20% الاوستيوليتيك ميتاسس. بس ده اللي انا عاوز اوصله كمعلومه. طيب عاوز افرق بقى دلوقتي بين حاجتين مهمين جدا، بين الهيومرال هايبر كالسيميا اوف مالجنانسي وبين الاستيوليتيك ميتاسس، لان الاثنين بيعملوا ايه؟ هايبر كالسيميا. الاثنين بيعملوا هايبر كالسيميا، والاثنين البي تي اتش نورمال، يعني اندبندنت عن البي تي اتش. خلاص. طيب الميكانيزم، الهيومرال هايبر كالسيميا اوف مالجنانسي اللي بيبقى دي 80% ودي 20% زي ما قلنا، السبب بتاعها السيركوليتنج باراسورمون ريليتد ببتايد، هنا سايتوكاينز كمان، ومع لان ده اوستيوليتيك ليجن فهيعمل حوالينه انفلاميشن فيبقى فيه سايتوكاينز، بجانب برضو ان فيه باراسورمون ريليتد ببتايد. السيرم كالسيوم هيبقى اليفيتد في الاثنين، السيرم فوسفورس هيبقى لو في الهيومرال، في الهيومرال لان الباراسورمون ريليتد ببتايد بيبقى اكتر شويه من الاستيوليتيك ليجن، فالاستيوليتيك ليجن ما بيلحقش ينزل قوي الفوسفورس وما بيلحقش يرفع قوي الكالسيوم. ماشي. البي تي اتش هيبقى في الاثنين لو. طب هيبقى لو ليه؟ لان الباراسورمون ريليتد ببتايد بيشتغل زيه فهيوقف شغله، كانها فيدباك ميكانيزم. المالجنانسي اسكوما سيل كانسر دي اكتر حاجه تعمل الاكتوبيك او البارانيوبلاستيك، لكن الاستوليتيك ليجن بيبقى الليمفوما والمالتيبل مايلوما اكتر. طيب ازاي افرق بين الباراسورمون والباراسورمون ريليتد ببتايد؟ خش بقى في نقط صعبه شويه، لكن هنقولها بطريقه عمليه ومبسطه جدا. الاستراكشر طبعا مختلف من الاثنين. باراسورمون ريليتد ببتايد الامينو اسيد فيها اكتر شويه، تركيبها طويل شويه، التشين بتاعها طويله شويه. الحاجه الثانيه الاكسبريشن، الباراسورمون ده بوست نيتال، الباراسورمون ريليتد ببتايد ده فيتال لايف، دي مش مهمه ديت. لكن اجي بقى للريسبتورز، الاثنين بيشتغلوا على ذا سيم ريسبتورز، فعشان كده الباراسورمون ريليتد ببتايد يدي نفس الاكشن بتاع الباراسورمون، يدي نفس الاكشن بتاع الباراسورمون. سليت الباراسورمون بس هو اللي يشتغل عليه، لكن الباراسورمون ريليتد ببتايد ما يشتغلش عليه. الحاجه المهمه جدا الكالسيوم ري ابزوربشن، الباراسورمون بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن،
وبرضه الباراسيتامول ريليتد بيبتايد يشتغل بنفس الطريقه، يزود الكالسيوم ري ابزوربشن. الاكشن بتاع الباراسيتامول ده اندوكراين، بيطلع من الجلاند يشتغل على الدم. لكن الاكشن بتاع الباراسيتامول ريليتد بيبتايد اوتوكراين، يعني يشتغل في نفس الخليه. باراكراين يشتغل على الخليه المجاوره، يشتغل على الخليه المجاوره ليه؟ لانه بيطلع من الاوستيوليتيك ليجر، فبيشتغل على الخليه المجاوره ليه. بيطلع من الماليجنانت ليجن، يشتغل على الخليه المجاوره ليه، ده اسمها باراكراين. لو اشتغل على نفس الخليه اسمها اوتوكراين. لو اشتغل في البلد بقى ده اسمه ايه؟ اندوكراين. هو له التلاتة اكشن، لكن الباراسيتامول له اكشن واحد اللي هو اندوكراين. ما هم بيقيسوا الباراسيتامول ريليتد بيبتايد يعني. طبعا الديس اوردرز البرايمري الباراسيتامول ميديتد هايبر كالسيميا، ده الهايبر باراثايروديزم. الباراسيتامول ريليتد بيبتايد اكتر حاجه بتطلعه الهيومرال هايبر كالسيميك مالجنسي. البرزنتيشن بتاع الباراسيتامول ميديتد هايبر كالسيميا انسيديوس، لكن ده مالجنسي هيبقى رابد. السيرم كالسيوم مايلد تو مودريت اليفيشن. الباراسيتامول ريليتد بيبتايد كاركترستيكالي بتعمل سيفير هايبر كالسيميا. السيرم فوسفورس لو ولو في الاثنين. الالكالين فوسفاتيز بيرتفع جدا في الباراسيتامول. طب واحد يسالني، طب ما بيرتفعش ليه في الباراسيتامول ريليتد بيبتايد؟ لانه ما بيشتغلش على البون ريزوربشن. لكن الباراسيتامول بيشتغل على الاوستيوكلاست فبيزود البون ريزوربشن. ده اجي بقى اشرح الميلك الكالي سندروم. لا لا لسه كنت بقول عليه. وده الجيل بتاعنا شاف حالات ميلك الكالي سندروم، لكن احنا حاليا ما عدناش بنشوف الحالات ميلك الكالي سندروم. ما عادتش كلاسيك زي زمان. وانا هشرح يعني. كان زير بي ميلك الكالي سندروم وزود ميلك، احنا كنا بنقول للعيان بتاع الديودينال ألسر اشرب كوبايه لبن كل ايه؟ كل ساعة اشرب كوباية لبن او كل ساعتين، ونديله انتسد معاه. مش احنا كنا بنعمل كده؟ ما حضرتوش انتم الكلام ده؟ انت حضرت. احنا كنا بنعمل احنا الكلام ده. والدكتور اسامة ما حضرش برضه، دكتور اسامة صغير شوية يعني. ما حضرتش ده ايام الميلك الكر سندروم ده. كان استاذنا ربنا يرحمه الدكتور زكي شعير كان يقول للعيان بالبيبتيك ألسر كل ساعتين اشرب كوباية لبن وخد الانتسد. ما كانش بقى موجود عندنا. ما كانش حاجة موجودة، يا دوبك كان السيمتيدين كان لسه بادئ يطلع والكلام ده يعني. طيب ايه الميلك الكالي سندروم ده بقى؟ وهل هو موجود الأيام دي ولا لأ؟ يعني السؤال، هل هو موجود ولا لأ؟ طب لو هو مش موجود طب بنشرحه ليه؟ لأ هو موجود. طب ازاي هو موجود دلوقتي وما عادش حد لا بيدي أنتسد ولا حد بيدي ميلك كتير بالقصة اللي احنا كنا بنديها دي؟ هشرح دلوقتي. It is a triad، هو عبارة عن triad: hypercalcemia, metabolic alkalosis, and renal failure. يعني إذا ما زلت ممكن أشوفه في العينين بتوع renal failure. طيب إزاي أشوفه بقى؟ يعني in the past هوت milk and alkali was used. Antacid يعني alkaline، حاجة بناخد alkaline عشان تقلل الأسيديتي. فكنا زمان سببه معروف. الميلك والالكالي was used in the treatment for acid peptic disease and their excess consumption was associated with milk alkali syndrome. منطقي. In the present clinical context the most common cause of this syndrome is excessive administration of calcium as calcium carbonate. دكتور اسامه معانا في النقطه ديت. ناس كتير جدا بيدوا كالسيوم كربونات كويس. usually for the treatment of hypoparathyroidism and osteoporosis. يعني السندروم مازال موجود بس لازم الاسم يتغير. يعني كلمه ميلك الكالي سندروم دي لازم تتغير، خلاص لازم نغيرها دلوقتي. لكن بنشوفه دلوقتي في العينين اللي بياخدوا كالسيوم كربونيت كتيره. كتير بشوف التامين كاتب تسع حب كتير. ما هو بيشاف في السكه دي. يعني احنا ما بنشوفش الملك سندروم ده الا في السكه دي، ما بنشوفش في حالات ثانيه. ان ايه؟
كالسيوم سبلمنتس اثنين، يعني افضل طريقه اعطي بيها الكالسيوم اثنين. هنيجي والله جاي في المحاضره، يعني ده المحاضرة كلها على الكالسيوم وازاي ندي كالسيوم والجرعات يعني، بس ربنا يسهل نلحق نخلص، ما خلص خلص المرة الجاية مش مشكلة. لكن ما زال عندنا الميلك الكالي سيندروم. طيب أولا هنشرحه اهوت ببساطة في الدايجرام اللي موجود ده. هو المفروض يتغير بقى خلاص، يعني هو المفروض الاسم يتغير، بس هم ما زال محتفظين بيه عشان اسمه القديم، يعني مش عاوزين يغيروه يعني. لكن هو مازال في الكتب لما تكتب ملك الكالي سندروم يطلع لي يقول لك مازال موجود وستيل بيبقى في العينين اللي عندهم رينال فيلير اللي بياخدوا كالسيوم كربونيت بكميات كبيره. فالملك الكالي سندروم اهو عندي الجي اي تي والكيدني والبون، ثلاث حاجات مهمين جدا. في الجي اي تي بيبقى فيه انكريزد كالسيوم ابزوربشن وانكريزد بايكربونيت، في الكيدني ديكريز دي كالسيوم اكسكريشن، على البون ديكريز دي كالسيوم ريزوربشن. محصله الثلاثه دول ايه؟ هايبر كالسيوم. محصله الثلاثه دول هايبر كالسيوم. محصله الثلاثه دول ان الكالسيوم هيزيد، بس ده اللي انا عاوز اوصل له. الميكانيزم ايه بقى؟ دي مكتوبه تحت هنشرحها برضو كويس. يبقى ده الملك الكالي سندروم. سؤال، وات از هايبر كالسيميك كرايسيس؟ انا شرحته بس بعيد بس ايه كمراجعه. وات از هايبر كالسيميك كرايسيس؟ يعني كالسيوم زاد مره واحده بصوره كبيره قوي. ات از كاركترايزد باي سيفير هايبر كالسيمي اكتر من 14 مللي، والساينز اند سيمتومز ريليتد تو مالتي اورجان ديسفانكشن بريدومينانتلي نيورولوجيكال. يعني الاساس هو النيورولوجي، الاساس في القصه دي نيورولوجيكال مانيفستيشن. ذا بريزنتنج مانيفستيشن انكلود اولترد سنسوريوم، العيان تايه، سيفير ديهايدريشن، نوزيا، فوميتنج، رينال فيلير اند كاردياك اريزمياس. ذا موست كومن كوز از مالجنسي ريليتد هايبر كالسيميا. طب اشمعنى المالجنسي ريليتد هايبر كالسيميا هي اللي بتعمل الهايبر كالسيمي كرايس؟ اشمعنى البرايمري باراس هرمون ما بتعملش؟ لان البرايمري باراس هرمون انسيديوس جرادوال، فالكالسيوم بيزيد سنه بسنه، فالبودي بيبقى ادابتد عليه كويس. لكن المالجنسي الكالسيوم هيعلى ايه؟ مره واحده. فعلوه مره واحده ده هيعمل الهايبر كالسيمي كرايس. فالاصل في الهايبر كالسيمي كرايس ان الكالسيوم يزيد مره واحده، لكن لو زاد جرادولي ممكن يوصل ل 14 جرام وما يبقاش عندي 14 مللي جرام وما يبقاش عندي هايبر كالسيميك كرايس، بس ايه في جرادوال انكريز. سؤال، واي اول بيشنت ويز سيفير هايبر كالسيميا دونت بريزنت اهو ويز هايبر كالسيميك كرايس؟ بنشوف ناس عندها 14 وجاي لي على رجله وما عندوش هايبر كالسيميك كرايس. سيفيريتي اوف سيمتومز اوف هايبر كالسيميا داز نوت اكسكلوزيفلي ديبند in absolute level of serum calcium but also in rapidity of rise in serum calcium. Hypercalcemic crisis is a rare in patient with primary hyperparathyroidism لان دي حاجه insidious despite having severe hypercalcemia because the disease is insidious in onset and allow the hemostatic mechanism to adapt or to operate. However, patients with malignancy-related hypercalcemia usually present with hypercalcemic crisis due to rapid development of hypercalcemia. How to treat hypercalcemic crisis؟ لو جات لنا، ودي من حالات الامرجنسي اللي بنشوفها في الاندوكراين. أول حاجة وأهم حاجة إن أنا أعمل فوليوم، اصلح الفوليوم دوبليشن اللي موجود، يعني ادي فلويد، دي اهم حاجه. طب هو ليه العيان بيبقى دي هيدريتد؟ عشان الهايبر كالسيميا بتعمل بوليوري، الهايبر كالسيميا بتعمل بوليوري، يوم ينزل بول كتير فيحصل عندي ايه؟ هايبوفوليميا. بيسموها كالسيوم نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس،
يعني لو احنا عاوزين بقى التسميه الصحيحه 100%، ان الكالسيوم هنا بيشتغل على الكدني يخليها تنزل كميه كبيره جدا من البول، اسمها دايبيس انسيبيدس، بينزل كميه كبيره بس نفروجينيك، دي مش من البستيرو بيتيوتري، فبيسموها كالسيوم دايبيتس او كالسيوم نفروجينيك دايبيس انسيبيدس. ريهايدريشن نعمله ازاي؟ ساعات بيبقى معاه رينال فيلير، بس يعني لو معاه رينال فيلير ده مش ريهايدريشن ووز ايزوتونيك سلاين، بندي من 2 ل 4 لتر على مدار ال 24 ساعه الاولانيين عشان ازود الانترافاسكولار فوليوم وفاسيليتيت الكالسيوم اكسكريشن. وانس اوبتيمال فلويد ريبليسمنت هاز بين اتشيفد، لوب دايوريتيك مي بي ادمنستر تو انهانس يورينري كالسيوم اكسكريشن. اوعى تدي اللوب دايوريتيك من اول لحظه شفت فيها العيان، لانه ده هيدريتد، فانا هزود له الدهيدريشن اللي موجود. سلاين ادمنستريشن اند لوب دايوريتيك ريديوس كالسيوم باي 1 الى 3 ملي بير ديسيليتر وزين 24 اور، هاويفر ذا افكت از نوت سستيند اند مانديت اديشنال تريتمنت. ايه الاديشنال تريتمنت بقى؟ نمره واحد، البيسوسونيت ار يوسفول ان هايبر كالسيميا اوف اني ايتيولوجي. نمرة اثنين، الزيلودرونيك اسيد از ذا موست بوتنت بيسفوسفينيت اند نورمالايز سيرم كالسيوم في 60-90% من البيشنت وزين 4-7 days اند اف ريكوايرد مي بي ريبيتد افتر 7 days. ان زوس ويز امبيرد رينال فانكشن ايبندرونويت از اسيف الترناتيف اند كالسيوم مي بي يوسفول لو الجي اف ار اكتر من 30. جلوكوكورتيكويد ممكن اديها؟ اه ممكن ادي الجلوكوكورتيكويد سبيشالي في العينين اللي عندهم فيتامين دي انتوكسيكيشن اند جرانيلوميتاس ديس اوردرز. هيموداياليسيس از ذا بريفيرد موداليتي ان ذا بريزنس اوف رينال فيلير اور ريفراكتوري هايبر كالسيميا. اخر حاجه، ذا اندرلاين كوز اوف هايبر كالسيميا نيدز تو بي ادريست تو بريفنت ري ريكرنس. كان تيتاني اوكير ان ذا بريزنس اوف هايبر كالسيميا؟ المفروض تيتاني يحصل فين؟ في الهايبوكالسيميا. لكن هل ممكن الاقي تيتاني في حالات هايبر كالسيميا؟ كلها والله اسئله امتحانات، بتنفع اسئله امتحانات دكتوراه كويسه جدا. هيبقى بص يا باشا، انا هعمل، انا اعرض المحاضرات كلها في بوست كل السته، وهرجع اقول يا جماعه الاسبوع الجاي هنزل الاسئله. ماشي. كل حضرتك جهزتها هنزلها لكم. شفت قبل ما نظبطهم عن رجعت ازاي؟ هيحصل طبعا، هيحصل. ما هو لازم، هو طالما السؤال اللي اتسال كده بالزكاوه، بالزكاوه المصريه ده فينا هيحصل. لان الكالسيوم بيعمل الكالوزيس اصلا، والالكالوزيس هيقل الايونايز الكالسيوم، والتيتاني بيحصل نتيجه ان الايونايز الكالسيوم بيقل. كويس. اهو مالتيبل بلاد ترانزفيوشن. طيب هنشرح اهو. اول حاجه، العينين اللي بياخدوا مالتيبل بلاد ترانزفيوشن دول ممكن يحصل لهم تيتاني. طب اشمعنى يحصل لهم تيتاني؟ مالتيبل بلاد ترانسفيوز از اشيتد ويز اليفيتد توتال سيرام كالسيوم بات ريديوسد ايونايزد كالسيوم. طيب اليفيتد توتال سيرام كالسيوم از ديو تو بايندينج اوف كالسيوم تو ايديتا بريزنت ان ذا ترانسفيوز بلاد ريزلتنج ان لو ايونايزد كالسيوم. خلاص، فهيحصل عندي ايه؟ تيتاني وفي هايبر كالسيميا. سؤال تاني، What are the causes of chronic hypocalcemia؟ اول حاجه، impaired intestinal absorption of calcium. هنشرح.
suppressed bone resorption, impaired secretion او action of باراثورمون or and or calcitrol. The common cause of chronic hypocalcemia are CKD. The common cause of chronic hypocalcemia CKD, vitamin D deficiency or resistance, hypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism. دي مدخل بقى ان احنا هنبدا نشرح الهايبوباراثيروديزم. طيب نكمل. دي بقى معادلات ممكن نحطها كده ونقول كمل. سيرم فوسفورس، هاي سيرم فوسفورس زائد كرونيك هايبوكالسيميا يساوي سي كي دي هايبر باراثيروديزم and pseudo hyperparathyroidism. تاني high serum phosphorus chronic hypocalcemia ايه يساوي اما الان عنده CKD او عنده hypoparathyroidism او عنده pseudo hypoparathyroidism. معادلة تانية low serum باراثورمون high phosphorus كرونيك هايبوكالسيميا تساوي على طول دي على طول على طول دي ما فيش فيها افصال تساوي هايبوباراثيروديزم. تاني يبقى الهايبوباراثيروديزم فيها لو سيرم فوسفرس لو سيرم باراثورمون ولا هاي فوسفرس وكرونيك هايبوكالسيميا عكس الايه الهايبر باراثيروديزم. المعادله الثالثه هاي سيرم باراثورمون هاي فوسفورس لو كالسيوم اند نورمال سيرم كرياتينين. يعني العيان ده ما عندوش حاجه في الكدني عشان ما اقولش سكي دي. بص للفوقانيه كده اللي فيها سكي دي فيها ايه هاي سيرم فوسفورس هنا برضو فيها هاي سيرم فوسفورس في هايبوكالسيميا في هايبوكالسيميا لكن الزياده عندي هنا ان في عندي ايه هاي سيرم باراثورمون ونورمال سيرم كرياتينين يعني عندما هو سكي دي يبقى على طول ده سودو هايبوباراثيروديزم. التلات معادلات دول هم المحاضرة. المعادلة الرابعة لو سيرم فوسفورس ان ذا بريزنس اوف نورمو او هايبوكالسيميا يساوي فيتامين دي ديفيشنسي او فيتامين دي ريزيستنس. نحفظها دي بقى. ها؟ لازم نتحفظها. خلاص اربع معادلات جمال يعني اربع معادلات جمال جدا اهو. ما احنا هنحط المحاضره يا دكتور سامع على الموقع يعني. نعم وهنحط المحاضرات كباور بوينت ان شاء الله هنديها للدكتور اسامه مره على فلاش يتحط كباور بوينت لما نخلص الباراثيرود نحط الباراثيرود يعني المعادله الثانيه والثالثه المعادله الثانيه لا في السودو هايبو باراثيروديزم بيبقى فيها الباراثورمون زايد بس مش شغال لان في اند اورجان ريزيستنس اسمها سودوس عشان كده اسمها سودو هايبو باراثيروديزم يعني ما هياش هايبوباراثيروديزم حقيقيه لان الهايبوباراثيروديزم الحقيقيه فيها الباراثورمون قليل لكن هي دي الباراثورمون بيطلع بس ما بيشتغلش على الريسبتور فعشان كده سميناها ايه سودو هايبوباراثيروديزم. هنجيب حاله اهوت ونشوف الحاله ديت 13 يير اولد بوي بريزنتد ويز تونيك كولونيك سيزرز جايب كونفالشن In evaluation, the EEG was normal, but had a normal neuroimaging. عملنا له CT أو MRI على البرين طلع normal. لكن في abnormality في EEG. He was started in phenytoin, anticonvulsant. هو جاي بconvulsion فدينا له phenytoin وده أكتر حاجة بتتعطى. In optimal doses. However, he reported A week later with worsening of seizures. ودي بقى لما يحصل القصة دي يبقى أنا قدام تشخيص هقوله حالا. أنا بدي أنتي كونفالسنت والحالة زادت.
طب ازاي المفروض انا ادي عندي كونفالسنت اللي ايه كونفالسنت تقل. طب الحاله زادت ليه؟ هاو تو بروسيد فيرزر، العيان ده عامل له ايه؟ عاوز اوصل الاول لماذا زادت الكونفالشن. هاو تو بروسيد فيرزر، فينيتوين از كومنلي يوزد از ا فيرست لاين دراج ان ذا تريتمنت اوف سيزر ديس اوردرز. هاويفر ات كان وورسن سيزر ان هايبوكالسيميا اور هايبر اوزمولر ميتابوليك دايابيتيك كوما. حالتين الفينيتوين بيسوق فيهم لماذا؟ فيناتوين ورسن هايبوكالسيميا باي ديكريزنج كالسيوم ابزوربشن فروم ذا انتستين. اقول تاني، كالسيوم ابزوربشن من الانتستين قل، يبقى الكالسيوم في البلاط ده هيحصل له ايه؟ هيقل. يبقى هيحصل اهو انكريزنج ذا ميتابوليزم اوف 25 هيدروكسي فيتامين دي تو ان اكتيف ميتابولايت by inhibiting باراسورمون and calcitrol mediated bone resorption. الكالسيوم اللي بيجي من البون ما بيجيش، والكالسيوم اللي بيجي من الجط ما بيجيش. الفينوتوين بيعمل الشغلتين دول، نعرفهم كده باختصار. Therefore every child who present with seizure should be evaluated for hypocalcemia. لازم اي طفل يجي بكونفالشن لازم تو بي ايفالويتد فور هايبوكالسيميا، لان انا لو اديته انتي كونفالسنت هسوق الهايبوكالسيميا اللي موجوده عنده. نكمل. ان ذا اندكس بيشنت كوركتد سيرم كالسيوم ووز 5.2، البي اتش كان 7، الفوسفورس كان 7.5، المغنيسيوم كان 2.4، البارس هرمون 2.4 بيكلو جرام، وال 25 هيدروكسي فيتامين دي كان 20 ميلي جرام. هي هاز بايلاترال اماتيور سينايل كاتاركت، ذير از نو هيستوري اوف الراديشن، هي didn't have any features of autoimmune disorders or mucocutaneous candidiasis عشان البوليجلاندرال فيلير سندروم. Therefore the diagnosis of idiopathic hypoparathyroidism was considered. يبقى العيان ده عنده hypoparathyroidism، والhypoparathyroidism هي اللي عملت له convulsions وكان فيها hypocalcemia. لما جيت اديت الفينوتوين سوقت الهايبوكالسيميا اكتر فزودت السيزرز اكتر. He was treated with calcium calcitrol and sodium انتي كونفالسنت فالوبريت اللي هو انتي كونفالسنت. لكن نعم الدباكين، يبقى ده الحل لهذا العيان، ادي له كالسيوم وادي له كالسيترول. ان فولو اب ذا تشايلد السيزر فري وزاوت اني انتي ابليبتيك دراج اند از دوينج ويل، خلاص ما عادش بيجي له كونفالشن لما حسنا الكالسيوم. أكمل ولا تعبتوا؟ نكمل. What are the causes of hypoparathyroidism؟ هنشرح بقى، نخش بقى إيه؟ وده أول سلايد في المحاضرة بتاع النهاردة، اللي فات ده كله كان مراجعات وأسئلة عشان الامتحان اللي أو الأسئلة يعني اللي هندي عليها جوائز، بلاش كلمة امتحان ده، الناس بتزعل من كلمة امتحان. مش كده يا دكتور عصام؟ What are the causes of hypoparathyroidism؟ الكلام بقى اللي جاي اسهل من اللي فات، ولكن الكلام اللي فات كان انترستنج بصراحه، انا كنت معجب بيه جدا يعني. عندنا congenital واكوايرد hypoparathyroidism. الكونجينيتال اللي هو البولي جلاندولار اندوكراين تايب 1 وبولي جلاندولار اندوكراين تايب 2 هنشرحهم يعني، لكن هو بولي جلاندولار يعني واخد اكتر من 1 جلاند، اوتو اميون ديزيز في اكتر من 1 جلاند. منهم الباراثيرود، ممكن الاقي معاها ادرينال سوبرارينال فيلير، ممكن الاقي تايب 1 دايابيتس موجود، كل ده اوتو اميون، ممكن الاقي سيلياك ديزيز، كل ده ممكن الاقيه في البولي جلاندولار. نمره 2 انفلتراتيف ديس اوردرز زي الهيموكروماتوزيس والويلسون ديزيز. الويلسون هو خاص بالكالسيوم بال الكبر. الباراثيرويد ترانسكريبشن ديفكت يعني كونجينيتال انومالي في الباراثيرويد، مش مهم اسم السندرومات،
او باراثايرويد جين ميوتيشن او الاكتيفيتنج كالسيوم سينسنج ريسبتور جين ميوتيشن. يعني الخص بولي جلاندولار او جين ميوتيشن، يعني هو ده القصه، سواء الجين ميوتيشن في الباراثايرويد او في الكالسيوم سينسنج ريسبتورز. الاكوايرد الموست كومن كوز اللي احنا بنشوفه وبيضايقنا هو البوست سيرجيكال. السكند النيك الراديشن. الثالث انتي كالسيوم سينسنج ريسبتورز انتي بودز. هنعرف دلوقتي، لكن الاصل اللي احنا هنركز عليه النهارده البوست سيرجيكال. How to predict the duration of hypoparathyroidism. ازاي اعرف ال duration of hypoparathyroidism، يعني الهايبوبارثيزم حصله من امتى؟ انمي الهايبوبليزيا كاتركت اند بيزال جانجليا كالسيفيكيشن. خلي بالك الهايبوبارثيزم بيحصل معاها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. الهايبوبارثيزم اكتر اماكن بتحصل فيها العين يحصل كاتركت والبيزل جانجليا اللي في البرين، وهنشوف لهم صور دلوقتي. لسه الحاله اللي فاتت كان عنده كاتركت. عنده كاتركت لان عنده هايبوكالسيميا. سارجيس ذا بريزنس، لما الاقي ان في كالسيفيكيشن يبقى ده لونج ديوريشن ديزيز، عشان يعمل الديبوزيشن للكالسيوم في البيزل جانجليا او في الاي ده بياخد وقت طويل، فده لونج ستاندنج ديزيز بادئ من سن صغير، زي الطفل اللي الحاله اللي كانت معانا كان عنده 13 سنه، الحاله اللي احنا لسه شرحناها حالا. طيب ايه المانيفيستيشن بقى بتاع الهايبو باراثايرويديزم؟ وات ار ذا مانيفيستيشن اوف هايبو باراثايرويديزم؟ نمره واحد، ذا مانيفيستيشن ديو تو هايبوكالسيميا، هايبر فوسفاتيميا اند لو باراثورمون. اول حاجه الهايبوكالسيميا بتعمل نيورو ماسكولار اريتابيليتي، بتعمل تيتاني، بتعمل سيزرز، بتعمل سودو تيومر سيربراي، يجوا عندهم انكريز انتراكرينيال تنشن، ريرلي هارت فيلر. الهايبر فوسفاتيميا تعمل ايه؟ ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، لان الكالسيوم في الفوسفورس يبقى الاندكس ده هيبقى زايد، وبالتالي الاندكس ده زايد ماليش دعوه بالبرس هرمون بقى، الاندكس ده زايد يبقى هيبقى فيه ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. شوف التلفت في الفيرس بعد النار فيها فيجر فيجن. فيها كالسيفيكيشن صح؟ طيب لو سيرم باراثورمون ده بيؤدي الى ديكريزد البون ريمودلينج اند مانيفست از انكريزد بون مينرال دينستي وذ لو بون تيرن اوفر ماركرز. اخر حاجه بريزنس اوف بريماتيور كاتراكت refractory scissor and dystonia are the clinical for the diagnosis of hyperparathyroidism. يبقى تاني المانيفستيشن ديو تو هايبوكالسيميا، مانيفستيشن ديو تو هايبرفوسفاتيميا، مانيفستيشن ديو تو لو باراثورمون، والكلو بتاعنا الاخراني ان في بريماتيور كاتاركت refractory scissors dystonia، كل الكلام ده بيبقى المانيفستيشن. طيب نكمل. بيشنت ويز ميوكوكوتينيوس كانديديزيس اللي هم الاوتو اميون بولي جلاندولار ديزيز. اوتو اميون ديس اوردر بارتيكولاري، يبقى عندهم ادرينال انسفشنسي كمان. بيبقى عندهم ادرينال انسفشنسي. كل العيانين دول بعمل ايفالويشن للباراثايرويد فيهم. كل العيانين اللي عندهم اوتو اميون بولي جلاندولار ديزيز المفروض اعمل مونيتورنج للباراثايرويد. يعني جالي عيان عنده ادرينال انسفشنسي، من فضلك دور برضو على الباراثايرويد. ان بيشنت وذ تشايلد هود اونست ادرينال انسفشنسي تريتمنت وذ هيدروكورتيزون مي، ودي كلمه مهمه جدا، مي ان ماسك اندرلاينج هايبو باراثايرويديزم. هو جاء ادرينال انسفشنسي، ودي انا شفتها في حاله او حالتين، جاء ادرينال انسفشنسي بدانا له ريبليسمنت ثيرابي، قلنا ده ادسون والاسن اوتو اميون، فبدانا له ريبليسمنت ثيرابي بالهيدروكورتيزون او قلنا له بالكورتيزون، فلقينا العيان جاله تيتاني. طيب جاله تيتاني ليه؟ ولا هو الكورتيزون بيعمل تيتاني؟ ما بيعملش تيتاني. يبقى العيان ده كان عنده ايه؟
هايبو بارا واحنا مش عارفين، وده كان بولي جلاندولر واحنا كنا مشخصينه على اساس ادسو، كنا مشخصينه على انه ادسو، ودي كان حاله عندنا في المستشفى وعملنا عليها ميتنج وعملنا عليها ضجه، وجت حاله في العياده بهذا الشكل. فخلي بالك قوي بالعيان بتاع الادرينال سفيشنسي لما تبدا تعمله ريبليسمنت سيرابي وبدا يحصل له هايبوكالسيميا، روح بص على الباراثايرويد سريعا، قيس الباراثرمون على طول هتلاقي عنده هايبو باراثايرويديزم. طيب ما هو الهايبو باراثايرويديزم بتعمل كالسيفيكيشن والهايبر باراثايرويديزم بتعمل كالسيفيكيشن، طب اقدر افرق بين الكالسيفيكيشن دي والكالسيفيكيشن ديت؟ ما هم الاثنين بيعملوا كالسيفيكيشن. طب نقدر نفرق؟ نقدر نفرق. نشوف بقى. أول حاجة the fundamental basis of soft tissue calcification in patients with a disorder of mineral homeostasis is elevated calcium phosphorus solubility. لسه قايل عليه. هي دي الأصل في الكالسيفيكيشن. الميتاستاتيك كالسيفيكيشن. In patients with hypoparathyroidism soft tissue calcification occurs. بتختار أماكن. اشمعنى ما حدش عارف. لكن هي بتختار اماكن في الباراثايرويد مختلفه في الهايبو مختلفه عن الهايبر. ففي الهايبو بتختار البيزا الجانجليا، في الهايبو بتختار البيزا الجانجليا، السريبيلم، السريبرم، تروح ناحيه البرين، جري اند هوايت مطر اند اللينز كاتركت، هوايل رينال بيلفيكاليسيال كالسيفيكيشن كان اوكير ديورنج تريتمنت مش في الاول. لكن نيجي بقى نشوف في العيانين بتوع السكندري هايبر باراثايرويدوزم ديو سي كي دي هو اولسو هاف هاير سوليوبيليتي برودكت، مهم قوي هاير سوليوبيليتي برودكت، ذا سايت اوف كالسيفيكيشن انكلود ميديوم اور سمول سايزد ارتريز، ميتاكاربال ميتاتارسال ارتريز، سكن بيسموها كالسينوزس كيوتس، and soft tissue like heart and lung. زي ما دكتور سامة كان بيقول الفالفز بتاع الهارت. في العينين بتوع السكي دي. The variation in site of metastatic calcification in these two disorders is attributed to the difference in circulating para hormone. نكمل. In pseudo هايبو باراثايرويديزم، احنا قلنا السودو هايبو باراثايرويديزم الباراثرمون بيطلع بس مش شغال، ما بيروحش يشتغل على الريسبتور، ما بيعرفش يشتغل على الريسبتور كويس، فعشان كده سمناه سودو هايبو باراثايرويديزم. ان سودو هايبو باراثايرويديزم كالسيوم بروفايل اكزاكتلي ميميك سكندري هايبر باراثايرويديزم ديو تو سي كي دي، بات ذا سايت اوف كالسيفيكيشن ار سيميلر تو هايبو باراثايرويديزم suggesting that not only the level of barasormone but its action is also important in determining the site of calcification. تاني جملة دي بغاية في الأهمية. في السودو هايبو باراثايرويديزم الباراثرمون هيبقى عالي شوية عشان ما بيشتغلش، ففي الفيدباك ميكانيزم هيبدأ يطلع بكمية كبيرة شوية. ففرصة انه يعمل ايه؟ calcification لو السوليوبيليتي زايده بتاع الكالسيوم فوسفورس زي ما احنا شرحنا من دلوقتي. كويس؟ يبقى الكالسيفيكيشن مش معتمده على الباراثرمون لوحده ولا معتمده على الكالسيوم فوسفورس سوليوبيليتي لوحدها، لكن هي معتمده على الفاكتورز دي كلها مع بعضها. ماشي؟ طيب ان بيشنت وذ برايمري هايبر باراثايرويديزم، البرايمري بقى هايبر باراثايرويديزم. طيب وات از ريفرسابل هايبو باراثايرويديزم؟ يعني حاجه بقى ريفرسابل مش الكونجينيتال ولا ال بص سيرجري، لا ايه ترانزيانت بقى؟ نمره واحد ترانزيانت سبريزد اوف بي تي اتش، ذيس از سين ان هايبو اور هايبر ماجنيزيميا اند كريتيكال إلنس. ممكن العينين بتوع كريتيكال إلنس يحصل لهم هايبو ماجنيزيميا فيجوا بتيتاني،
فخلي بالك ان ساعات العيانين دول اللي بيجوا في العنايات وفي المستشفيات بتبقى محتاج تدي مغنيسيوم مع الكالسيوم. بيشنت ويز كرونيك الكحول انتيك والمال نيوتريشن والمال ابزوربشن والرينال توبولار اسيدوزيس او رينال توبولار ديس اوردرز ان كنترولد دايابيتس، كل العيانين دول ممكن يحصل لهم ريفرسابل هايبوباراثايرويديزم. يوز اوف مغنيسيوم سولت از كاستريتكس انتاسيد برضو ده ايه من ضمن الاسباب. This magnesemia is associated with decreased parathormone secretion due to activation of calcium sensing receptors. In critical illness, بكرر تاني اهو. In critical illness مطلوب جدا انك تبص على المغنيسيوم. What is the ideal treatment of hypoparathyroidism? نيجي بقى للكلام العملي بقى. نمرة واحد ايدالي باراثورمون ريبليسمنت، هو باراثورمون ناقص المفروض ادي باراثورمون، بس ده عمليه صعبه جدا مع الريكومبنانت باراثورمون ده غالي جدا ومش متوفر ومش موجود. باراثورمون ريبليسمنت نورمالايز سيرم كالسيوم اند فوسفورس افكتفلي ريديوس ذا هايبر كالسوريا اند انكريز بون ريمودلينج. هاويفر In clinical practice, this is impractical because of daily injection and higher cost. Further to sustain normal calcemia, barosormone has to be administered twice daily. Therefore, calcium and calcitrol supplementation remain the mainstay therapeutic modality in hypoparathyroidism. كنت بتسأل بندي الكالسيوم ازاي والجرعات ايه، هنقول اهوت. However, This therapy do not reduce the hypercalcuria and has no effect على البون ريمودلينج. الكالسيوم واعطائه وبكميات كبيره ما بيزودش البون دينستي. طيب يبقى كالسيوم is supplemented in at doses اهو بنشرح بقى اهو 1.9 جرام بير داي وكالسيترول من ربع الى 2 مايكرو جرام بير داي in divided doses. الصبح وبالليل 3 مرات في اليوم وهكذا. كالسيترول is preferred over alpha calcitrol because of its shorter duration of action that enable rapid reversal of iatrogenic hypercalcemia. Treatment with calcium and calcitrol commonly results in worsening of hypercalcuria and formation of renal stone. خلي بالك من النقطه دي قوي، انا بنقعد ندي كميات كبيره جدا وما بنعملش مونيتورنج من الكالسيوم والكالسيترول ونلاقي العيان جاله رينال ستون. Addition of thiazide may reduce the risk of renal stone by calcium excretion and help to normalize serum calcium. خلي بالك الثيازيد مهم في القصه دي. Despite the use of calcitrol in high doses, hyperphosphatemia usually does not worsen as chronic calcitrol therapy is associated with phosphaturia. هو ليه ما بيعملش هايبرفوسفاتيميا؟ عشان بيعمل فوسفاتوريا. In those who are vitamin D deficient, replacement with calciferol may decrease the requirement of calcitrol and calcium as 25 hydroxy vitamin D and is metabolized also have direct effect on intestinal calcium absorption. Calcilytic agent may be useful in those who are اللي عندهم مشكلة في الكالسيوم سينسينج ريسبتور زي السينكالسيت. Phosphate binder like calcium carbonate is advised in patient with severe hyperphosphatemia to normalize the solubility product. دي فوسفاتيميا مش بوتاسيوم، كتبت غلط يعني. How to monitor hypoparathyroidism treatment عشان اخلص بقى. مينتنس اوف سيرم كالسيوم ذا اونلي ان ذا لو نورمال رينج، دي اهم نقطه في محاضره النهارده. لما تصلح الكالسيوم في الهايبوباراثايروديزم خليه على النورمال لو، على النورمال لو نورمال رينج، خليه على اللو نورمال ما تخليهوش على الهاي نورمال. اشمعنى يعني؟
ان ذا هاي نورمال رينج كالسيوم اهو ان ذا لو نورمال رينج سيرم فوسفورس ان ذا هاي نورمال رينج كالسيوم فوسفورس سوليوبيليتي هتزيد وبالتالي الكالسيفيكيشن والميتاستاتيك كالسيفيكيشن ممكن تحصل. فمن فضلك لما تصلح الكالسيوم في الهايبوباراثايروديزم خليه على لو نورمال. مينتنس اوف سيرم كالسيوم ان ذا لو نورمال رينج از ادفايزد as efforts to raise serum calcium to normal range might exacerbate hypercalcemia due to lack of باراثورمون. مفيش عندي باراثورمون عشان ياخد الكالسيوم يوديه البون. If the 24 urinary calcium excretion exceeds 250 جرام additional of thiazide and low salt intake should be considered. Serum calcium, phosphorus, creatinine and urinary calcium should be measured weekly at initiation of treatment to titrate the dose then once in 3 months later on. في الأول خلي فيه frequent monitoring. Serum باراثورمون monitoring is not required. ما لهاش أنا الأهمية عندي الكالسيوم والفوسفورس والكالسيوم في اليورين قد إيه والكرياتينين شكله إيه كل الحاجات دي هي دي أهم. ده جدول الحقيقة بيبين لي الكالسيوم هوميوستيزيس. الدايت احنا بناخد 1000 ملي جرام من الجاسترون سيرال تراكت 800 منهم بيروحوا مع الفيسس والكالسيوم ابزوربشن يعني الكالسيوم ابزوربشن من الجت بيبقى من 200 ل 300 ملي جرام يروحوا للبلد والبلد يرجع تاني 100 للجاسترون سيرال تراكت يبقى فضل 200 يعني هو الاول بياخد 300 الجاسترون سيرال تراكت يرجع منهم 100 تاني للجي اي تي والجي اي تي بينزل من ال 1800 يبقى في النهايه اللي راح للسيركوليشن كام؟ 200 خلاص؟ طيب اللي راح للسيركوليشن 200 يبقى كالسيوم ديسبوزيشن من 200 ل 500 حسب كميه الكالسيوم اللي انا باخدها ماشي؟ بتروح للبون وفي بترجع من البون للبلد تاني قد ايه بقى بيروح من 200 ل 500 مللي كالسيوم رايح جاي من والى البون يروحوا للكدني الكدني فلترد 900 مللي جرام بير دي ري ابزورب 8800 منهم بيوصل لها 9000 يبقى بينزل في اليورين في اليوم قد ايه 200 يبقى لما يزيد عن 200 يبقى فيه ايه هايبر كالسوريا جدول مهم جدا جدا دياجرام غايه في الاهميه. السلايد الاخيره هنختم بقى اهوت يبقى كده كل الباراثايرويد خلص. Why there is increase in calcium requirement with advanced age؟ ليه الناس الكبار وبالذات البوست منوبوزال بيحتاجوا كالسيوم اكتر؟ لماذا يحتاجوا كالسيوم اكتر؟ With advancing age there is an increase in calcium requirement. من 1.2 الى 1.5 جرام بير دي. This increase in demand for calcium is attributed to age related decline in 1 alpha hydroxylase activity and decrease absorption of calcium as a result of reduced sensitivity to 1.25 dihydroxy vitamin D and low gastric output with aging. يعني الكالسيوم absorption من الجت بيقل الكالسيوم ابزوربشن من الجت بيقل. Moreover many elderly people receive بروتون بامب انهبيتور كتير جدا بيستخدموا بروتون بامب which further reduce الكالسيوم ابزوربشن. خلي بالك من القصه دي لما عاوز تدي كالسيوم ابعدوا عن البروتون بامب. ادي واحد عاوز تدي كالسيوم ابعدوا عن الالتروكسين ما تدوش مع الالتروكسين لانه هيبوظ مفعول الالتروكسين. هو نفسه ماشي ما هو ما عشان كده خلي بالك من النقط دي مهمه جدا جدا ما تديش مالتي فيتامين مع الالتروكسين ما تديش كالسيوم مع الالتروكسين في نفس الوقت يعني بينهم خلي بينهم 3 4 ساعات ده لازم كده وان ده خطا شائع ما حدش بياخد باله منه الاقي مثلا كاتب ايه فيروجلوبلين مثلا او حاجه للانيميا ايرن سبلمنت كاتب الايرن سبلمنت مع الالتروكسين
طب انت بوظت مفعول الالتروكسين زي ما هنعرف في محاضرات الثيرويد ان شاء الله. توصل الاولد ايج حط 5-7-10 ايوه مره واحده. يبقى كده احنا خلصنا والمحاضرات هديها للدكتور اسامه وتحطها له على الفلاشه.